الحية الشبكية طولها 6 امتار مثل ما وعدناكم متابعينا على الانستغرام. بيت الدكتور محمد الحيوانات النادرة. حطهم للانستغرام مالتي ان شاء الله اذا اسالك تعال. الحية الشبكية طولها 6 امتار. كبرتها. ايش عباكم؟ يما بتخافي منها سي سبعية؟ طبعا هي ما خافت منها بس كبرتها صارت كبيرة. يلا تعال تقدموا يلا عمود يقعد هنا. وين؟ اقعد هنا هو راح يلف عليك. شلون تفتح؟ شلون الوان بيها؟ كلها ذهبية. شلون عصرت يدي؟ تعصر؟ تعال عمود خلي هنا يمك. انا تعلقوا تعصرنا. علقوا تعالنا. ليش تشتغل هو التصوير؟ الحية الشبكية الحلوة الله تعال شوية شوية قرب ايدك قوية والله كلش قوية تعصر حمود عضلاته كلش قرب خليني اصل يمك اخر متى اسيطر عليها؟ اي قوية حمود حية قوية اخر اربع قوة لو كنت تلعب حديد واحنا رماش احلى رماش ويا كات رياض للحيه الشبكيه ديك عجب من الناس حفره انت خايف لا والله ما خايف افضل رصاصه لا يعني. انت لو تشوف القوه اللي احس بيها الدمبلس ابو 30 امويه ابو ال 40 امويه لا حق اصابعي ايش طبقتن اقعد يعني ذاك اليوم ها طلعونا شلون شغلك هسه جاي تفتر تريد تعوج على رقبتي بابا بابا با القوه تبع حيوان راسه بابا مليانه عضلات عليه هاك دباع ما تطي نفسها هاي هاي خليها مفترة هيك هي 7 متر هذا هو فتشة جاي تعوجه هلو يا هلو باع الخنقة كتعرفك باع شو تفر نفسها على ايه كتعرفك وعرق بها تثبت تثبت ايه اوكي ملسة هي تشوف وتقول هذا رياض اقدر بالعار حمودي وخر لو اخذ حمودي لعب التصوير ها اصرت ايدك؟ لا انا ايدي زحلقت الحية الشبكية على عناد المضغوطين وعلى رماش ويا الخليج حمود لو شايف قوتها جيب يلا خليها اقول له تعصر تعصر لا تعصر قوية تعصر قوي هسه هي مسيطرة على رقبتي يلا وياك يلا خلي ياخذ وياك هلا ابو حميد هلا ابو حميد مع الحيه الشبكيه خنقتني انا وابني والعضلات بتشتغل ويا الشبكيه مبينه مخبله لا سبيل حمود جات العزب وجهي لا يلا اقطع قويه لو مو قويه